مهم هما هاد الشباب اللي يستافدوا هاد الشابات من مناطق مختلفة وماشي فقط من المناطق اللي عندها يعني الحظوة والامتياز كيف ما كتعرفوا. الهدف ديالنا هو عبر الرقمنة أننا نوفروا آليات متاحة للناس جو بعاد وشباب اللي يمكن بغى يبدأ المبادرة دياله بدون معيقات مالية كبيرة كيف ما تيخفاش عليكم. ونتمنى من الله أنه بطبيعة الحال استمين هذا البرنامج يعطينا واحد التهميم للدولة والحكومة ديالنا اللي باغيات تقوم به خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الصعوبات. وكتعرفوا أنه الستوك اللي عندنا ديال لينيت ديال الناس اللي بواحد وضعية ديال لا تعلم ولا تكوين راه تقريبا بلغ 1.5 مليون. وبالتالي احنا مطالبين باش نعطيهم حلول وهادو من البرامج اللي كتعطي هاد الحلول. الاسم رانيا مرزوق، طالبة جامعية بسلك الماستر كلية العلوم لفيستي ديال المحمدية. انا حاملة مشروع ومقاولة ذاتية في مجال ديال لاغرو اليمونتير، وحاليا استفدت من الهاكاثون اللي متنظم بروغرام اجي كانت مدينة بوعرفة، وكنت من بين 3 الفائزين بلقب احسن بروجي. والحمد لله بفضل بروغرام اجي قدرت انني ديفلوبي لو بروجي ديالي دو ا جوسكا زد. الحمد لله دابا كنبيع لو برودوي وعندي منصه رقميه اللي متواجد فيها البرودوي. البروغرام عاوننا بزاف بكل ما هو فورماسيون في التاطير لاكومبانيمون، اثرونا مزيان، درنا ايتود دو فيزابيليتي تاع البروجي باش ما يبقى لينا حتى شي مشكل ملي غادي نحطوا البروجي سور تيران. من فكره قدرنا اننا نحطوه سور تيران ودابا الحمد لله البرودوي كيتباع. سميتي ايا ابو رشيد، عندي 19 عام، كنقرا في كلية العلوم والتقنية ديال الرشيدية. كنخدم على واحد لو بروجي اللي سميتو فاير ديتكتور، عبارة عن مستشعر ديال الحرائق في الـ في الـ في الواحات، حيت كيف ما كنعرفوا كاملين الرشيدية معروفة والجهة ديال درعا التافيلات اون جينيرال معروفة بالواحات ديالها اللي كيوقع فيهم تقريبا كل عام الحرائق. دونك حنايا فكرنا علاش لا نديرو مستشعر ديال الحرائق في هاد الواحات. البروغرام اجي عاوننا بزاف في هاد المشروع، حيث انه كان غير فكره وعاوننا باش نديفلوبيوها ونديروا لي سورتي دو تيران ديالنا باش نطوروا اكثر من هذه الفكره وتخرج ان شاء الله للارض الواقع اترافير دي فورماسيون اللي كسوسوا في البيزنس بلان ولا بزاف ديال الحوايج اخرين اللي عاونونا بزاف كيف ما قلت في التطوير ديال هذه الفكره. وتنظم واحد الهاكاثون الاول واحد في الجهه اللي تمكننا من المشاركه فيه. لي بروجي اللي ربحوا تمويل المال اللي قدروا يخرجوا به الفكره ديالهم للارض الواقع.